هلا رح نرجع للحالة اللي هي الحالة الخامسة اللي هي الحالة السابقة كانت مش دي اللي هي المشين هلا عاملينها انلودد. انلودد يعني وين شغالة؟ عند أي نقطة؟ عند هاي النقطة ما عليها أي توك، فالمشين ماشية على سرعة مقدارها هاي إذا بدك تسميها أوميجا نو لود بتساوي 480 راد بير سكند. تذكروا إنه الفلكس كان الماجنتيك فلكس دنسيتي كانت 0.25 تسلا. وطبعا هون الكرنت قديش رح يكون الكرنت اذا انا مش عم بولد اي تور؟ 400. الكرنت هون الكرنت 400 زيرو. هون الكرنت زيرو، تورك زيرو، الكرنت عندي هون زيرو امبير. هلا اجيت عند النقطه هاي وقديش طيب الباك ام اف رح يكون عند النقطه هاي اذا اي زيرو؟ زيرو. لا 120. تمام، اذا هذه هون 120 هذه 120 ما فيش كرنت لانه فيش تور، فال 120 هاي بتقابل ال 120 اللي موجوده هون ولذلك ما بيمشيش كرنت. شو اجيت عملت؟ خففت بي، نزلنا بي، فنزلنا قيمه بي، نزلت قيمه بي او لزادت، خلينا اشوف ايش بالسؤال بقول، نزلناها ل 0.2، فنزلنا قيمه بي نزلت الى 0.2 تسلا. ايش هلا بده يصير؟ النقص في بي شو راح ياثر على الباك ام اف؟ راح يقل. شو بدي اضطر اعمل حتى ارد ارجعه للقيمه الاصليه تبعته؟ بدي اعوض. مش احنا قلنا اي انديوست شو بيساوي؟ كي كونستانت ما راح تتغير، اوميجا فاي، نزلت فاي ايش لازم يزيد؟ اوميجا. حتى ارجع مره ثانيه للاي انديوست وكي ما راح تتغير، اذا راح يصير عندي اي انديوست بدها تضلها 120 فولت. 120 فولت بتساوي كي اللي هي 2 على باي اوميجا الجديده، وفاي صارت هلا بي احنا اللي عند موجوده عندي هون اللي هي راح تكون بي في باي ار ال 2 اوميجا نيو بدنا نلاقيها. بي نزلت ل 0.2، ار لساها 0.5 وال 1. اذا اوميجا نيو شو بتساوي؟ بتساوي 120 2 في 0.5 بتصير 1، 120 على 0.2 يعني 120 في 5 يعني بتصير 600 راد بير سكند. ال 600 راد بير سكند قديش التورك عندها؟ زيرو، مضبوط. هذه زادت على فكره 120 فراح تزيد عند النقطه هاي. هل ضلينا على نفس الكيرف الاصلي؟ ليش خرجنا عن الكيرف الاصلي؟ غيرنا فاي، غيرنا فاي، هذه عند فاي 1 وهذا راح يصير كيرف جديد عند فاي. هلا لو رديت نقصت بي كمان شو راح يصير؟ عم تزيد السرعه. طبعا هذا وضع خطر، عم بضعف التورك عندي انا، بس انا ما فيش لي حاجه لتورك، راح تضلها تزيد. لو اجى حط فصل الكهرباء عن الفيلد، طفى الفيلد تمام وما فيش عليه تورك، راح تبدا تسمع صوت المحرك بزيد 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 سرعته لا يدمر نفسه. فاخطر شيء تعمله لما تروح انتم بتعملوا مختبر ماشين، مختبر ماشين، اسوء شيء تعمله او اكبر خطا تعمله تروح تطفي الفيلد عن دي سي موتور، خصوصا اذا كانه انلودد. اذا كانه انلودد راح تضلها تزيد سرعته، لانه شوفوا ايش بصير لما انت بتنزل بي، ايش عم بصير بالباك ام اف؟ عم تنزل. لما ينزل الباك ام اف عم بزيد الكرنت، لما بزيد الكرنت شو بعمل؟ بعطي تورك، بعطي تورك، فبرفع السرعه، برفع السرعه لحد ما يتساوى الانديوس مع الفي بي الجديد. رديت نزلت بي، لما نزلت بي رد نزل الاي انديوس، الاي انديوس لما نزل صار اوطى من في بي، فمشي كرنت حتى يرفع السرعه، وبتستمر العمليه هاي. اذا نزلت بي لزيرو صفى ما فيش عندي شيء هون يقاوم بي بي، فراح يمشي كرنت من هون، هاي كانها شورت سيركت، وراح يضل تزيد السرعه الى ما نجح. ماشي، الكل فاهم هذا الجزء من السؤال؟ اذا احنا هون لما غيرنا فاي